أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. بنبدأ اليوم بإذن الله المحاضرة الثامنة من محاضرات السيكولوجي، وهي تختص بالديناميك سيكولوجي نمرة واحد، الكونفليكت والمقصود به الصراع النفسي نمرة اتنين، والديفنسيف ميكانيزمز اللي هي الحيل العقلية الدفاعية. وهي محاضرة لطيفة جدا ونتابعها بإذن الله مع بعض. فنبتدي الأول بالديناميك سيكولوجي. الحقيقة الديناميك سيكولوجي مقصود به هو دراسة العمليات غير الواعية داخل السلوك الإنساني، والمقصود بغير الواعية يعني خارج الإدراك. يبقى تعال نشوف، يبقى هي the study of intracycle mostly unconscious، يعني غير واعية processes. يبقى هندرس العمليات processes mostly unconscious غير الواعية داخل السلوك الإنساني. طه. which determine العمليات دي بتؤدي لإيه؟ بتؤثر في إيه؟ تحدد إيه؟ thoughts, feelings and behaviors، بتحدد أفكارنا، إحساساتنا وتصرفاتنا. وطبعا لما بنقول unconscious فنحن نعني behind our awareness، beyond our awareness يعني خارج الإدراك بتاعنا، beyond our awareness. اللي أول من يعني اتكلم على هذا الكلام كان هو عالم النفس او مؤسس علم النفس اللي هو سيجموند فرويد، وده عاش ما بين سنه 1856 ل 1939. على فكره سنه 1939 1939 دي كانت بدايه الحرب العالميه الثانيه، يعني هو توفاه الله عن عمر 83 سنه مع بدايه الحرب العالميه الثانيه، وهو المؤسس لعلم النفس، وكان يعيش في فيينا في النمسا. طيب نبتدي. الـ human mind consists of three parts، العقل البشري يتكون من أجزاء ثلاث. اللي هو بيتكون من إيه بقى؟ نبص مع بعض. بيتكون من العقل الواعي وقبل الواعي وغير الواعي. وعلى فكرة كل كلمة بتدل، يعني لما أقول العقل الـ conscious part اللي هو العقل الواعي، يبقى هو إيه؟ أنهي جزء؟ يبقى هو اللي احنا اوير، واعي يعني مدركين، الذي ندرك عن طريقه الثوتس زي ما قلنا الافكار والفيلينجز الاحساسات والبيهيفير، يعني الكلمه بتدل على روح، كونشس بارت العقل الواعي يبقى هو اللي اوير. انما لما اجي اخد البري كونشس يعني اللي هو القبل الواعي، يعني خد بالك يعني الوعي حتى كلمه معبره جدا، قبل يعني قبلها على طول، pre-conscious part ده يبقى هو ما هوش في الكونشس، يبقى 100% يوجوالي بيبقى not aware مش واعي، لكن لانه قبل الوعي قريب من الوعي عشان كده الماتيريالز بتاعته ممكن easily brought by to conscious، ممكن ندركها بسهوله. زي ايه؟ زي الذكريات القديمه لاحداث قديمه لاصدقاء قدامى. ايوه انا دلوقتي ما بفكرش فيهم لان حاجه في العقود الماضيه، لكن اول ما افكر هسترجع الذكريات الخاصه بيهم. نيجي الجزء الثالث والاهم اللي هو الجزء غير الواعي، لا the unconscious part. خلاص يبقى هنا not aware، يبقى غير واعي، يبقى احنا غير مدركين ليه. طب بس خد بالك بقى، ده no access to materials، يعني ما نقدرش نوصل لمحتوياته الا في احوال ثلاثه، زي في dreams الاحلام، slips of a tongue زلات اللسان، او بعض التصرفات تفسر بتاثير العقل غير الواعي. وده في الام اس كيو مهم جدا. العقل غير الواعي او الجزء غير الواعي هو اللارجست بارت، هو اهم جزء في الاجزاء الثلاث، الواعي وقبل الواعي وغير الواعي هو الاهم، وهو الذي يحدد له التاثير الاكبر على تصرفاتنا، له الهايست افكت اون اور behavior. يبقى دي كانت اجزاء
العقل البشري الثلاث: الوعي، قبل الوعي، وغير الوعي. وقلنا بقى أهمهم هو غير الوعي، وهو ده اللي له التأثير الأكبر على تصرفاتنا. ننتقل بعد كده إلى الـ structure of personality، يعني التركيب الشخصية. في عندي الشخصية بتتكون من ثلاث مكونات وظيفية أساسية، three major function components، اللي هما مين؟ الإد اللي هو الهو، الهو، وده الجزء الطفولي في الشخصية، الهو اللي هو الإد، والإيجو اللي هو الجزء البالغ في الشخصية، والسوبر إيجو اللي هو الجزء الأبوي في الشخصية. يعني كل واحد شخصيته فيها ثلاث أجزاء: الهو الإد، والإيجو الذات، والسوبر إيجو أو الأسف الإيجو اللي هو الأنا، والسوبر إيجو اللي هي الأنا العليا. يبقى تاني الـ structure of personality في three major function components: الإيد اللي هو الهو والجزء الطفولي، والإيجو اللي هو الأنا اللي هو الجزء البالغ في شخصياتنا، والسوبر إيجو اللي هو الأنا العليا اللي هو بيمثل الجزء الأبوي في الشخصية. ودلوقتي احنا عشان نفهمه أنا حطيتها لكم في جدول رائع بنقارنه في أربعة مجموعات، إنما اعتدت إن أنا أحكي عشان نفهمه كويس وبيبقاش عبارة عن لغو لا معنى له. عشان نفهمه كويس تعال نشوف مع بعض، هحكي قصة صغيرة. طب ليه بحكي نفس القصة؟ إن موظف في وسط مجموعة من زملائه راح لرئيسه في العمل، فرئيسه في العمل بعزق كرامته تماما أمام زملائه. دلوقتي هذا الموظف اللي بعزقت كرامته قصاده تصرف من ثلاثة يحكمه أحد الأجزاء الوظيفية الثلاثة في شخصياتي أو في شخصية كل إنسان. لو إنه قرر إنه يرد الإساءة في الحال، يعني يدي هذا الرئيس في العمل الطريحة المستحقة لما فعلوا معاه قولا، يعني شتموا إزاي تعمل معايا كذا يا ابني كذا يا ابني كذا يا ابني كذا وأنا مشغل عندك، أو حتى فعلا تطاول عليه بالضرب، يبقى ده استخدم الجزء الطفولي اللي هو الإد اللي بنسميه الهو. وهذا الجزء الطفولي لما نفكر مع بعض بيبقى بيمتلك تفكير بدائي، لأنه ما فكرش هو لما هيشتمه هيرفدك هتفقد ماهيتك هتبقى عيلتك هتتشرط، إنه دور على الإرضاء الذات اللي هو البريشر البليجر أسف برينسبل، إنه يعني يسعد نفسه خلاص بإنه يعمل لنفسه immediate satisfaction، يعني إرضاء في الحال. وده طبعا يعني دافع طفولي، ده حاجة مش طبيعية انه يعمل هذا التصرف، لانه تصرف كطفل تصرف بدائي. التصرف التاني بقى وهو الاكثر شيوعا، انه يستخدم اني جزء في شخصياتي الايجو اللي هو الانا، ده يمثل الجزء البالغ في الشخصية الادلت، يعني part of personality اللي هو تفكيره مش بدائي زي الطفولي، لا بالعكس تفكيره ناضج ماتيور وسكندري وثانوي مش بدائي. وبعدين بيستخدم الرياليتي برينسبل، يعني الادراك الواقع، وعليه اتصرف تصرف راشنال عقلاني، ان انا همسك نفسي هانهبت مشاعري هبوسبون هأخر الرد هموديفاي، مش لازم هو شتمني انا اشتمه او اضربه، لا انا هجتمع مع مجموعه من زملائي وانا عارف الراجل ده عنده نقائص وعنده حاجات عاملها غلط، هنتحد سويا ونقدم فيه شكوى وانتقم منه. يبقى هو استخدم هنا الجزء ايه؟ الجزء البالغ في الشخصيه. لكن في تصرف ثالث ممكن يحصل في حاله هذا الموظف، انه يستخدم الجزء الثالث في الشخصيه وهو السوبر ايجو الانا العليا اللي هي تمثل الجزء الأبوي.
اللي هو بيحركه الضمير الأخلاقي، إن هو يقول الراجل ده في سن والدي يجوز يكون مزاجه تعكر لأي سبب من زوجته من أي شيء فأفرغ فيا، ليه أنا ما سمحوش؟ بشوف بقى تصرف التالت رائع، استخدم الضمير الأخلاقي السوشيال فاليوز القيم الاجتماعية فقرر يسامحه. في كل موقف في الحياة بنبقى مخيرين كل واحد فينا أنه يستخدم جزء من الأجزاء الثلاثة في الشخصية، يعني كلنا يمتلك هذه الأجزاء الثلاثة في الشخصية، اللي هو الهو الإد اللي بتطلب الرد الفوري والإشباع الفوري وإن الواحد يريح نفسه البلاجر، ولكن طبعا تفكير طفولي بلاقي، أو إنه يستخدم بجزء في الشخصية اللي هو الجزء البالغ اللي هو مدرك لحقائق الحياة، يفكر تفكير ناضج ما يتصرفش خطأ، أو يستخدم الجزء الثالث وهو الجزء الأبوي اللي هو يتميز بالضمير الأخلاقي بالقيم الاجتماعية وإنه يسامح يغفر. فدي الثلاث أجزاء في شخصياتنا، الجزء الطفولي والبالغ والأبوي. تعال بقى ناخد الجدول، وهو جدول جميل قوي أنا لخصته لكم بطريقة رائعة. فنبتدي نتكلم على الإد اللي هو الهو، ده بيمثل إن هو inborn unconscious part، يعني جزء لا واعي أو غير واعي وبنولد بيه، أهو بيتبع motivated، يعني بيدفعوا البيزك انستينكتس الدوافع الفطرية الأساسية اللي هم كلنا عارفينها. إيه البيزك انستينكتس اللي قال عليهم سيجموند فرويد؟ اللي هم السكس أو الأجريشن، الجنس أو الأجريشن العنف، يعني كلنا أي توتر أي موقف فيه توتر بنتخلص من هذا التوتر إما بالعنف أو بالجنس. طب operates according to إيه؟ بيبغى إيه الجزء الطفولي ده؟ إن هو البليجر برينسبل، إن هو يبسط نفسه immediate satisfaction إرضاء فوري and avoid pain. ليه يمشي بتأزم ومتضايق؟ لا هأرضي نفسي حالا. النقطة التالتة characterize بإيه؟ طبعا لأنه جزء طفولي primary thinking، يبقى تفكير بدائي lacks any logic، مفيش أي عقلانية فيه logic rules، وبعدين أو abstract thinking يعني استخلاص المعنى يعمل إيه في الوضع ده؟ ده يحدث مقبول إن يحدث في الدريمز مثلا، لأن احنا بنتحكمش في الدريمز، ويمثل البريميتيف تشايلد الطفل البدائي. نيجي نفس الأربع نقط ناخدها في الإيجو. إذا كان الإيد اللي هو unconscious part، الإيجو اللي هو الأنا، ده partially conscious و partially unconscious، في جزء منه واعي وجزء غير واعي. ده يمثل الراشونال بارت، الجزء العقلاني، ودي على فكرة من أهم وظائف الأنا الإيجو، اللي هو الأدابتيشن تو رياليتي، التكيف مع الواقع. وعلى فكرة ده الموست امبورتانت فانكشن اوف إيجو، ده سؤال ام اس كيو هنجيله، يعني ما هي أهم وظائف الإيجو الأنا اللي هو الجزء البالغ؟ إن احنا نتكيف مع الحقيقه، مع الرياليتي، مع الواقع. ده الموست امبورتانت فانكشن، وان كان له اربع وظائف اخرى، ليه خمس وظائف فايتال فانكشن، اهمهم لما اقول لك اختار اهم وظيفه التكيف مع الواقع. بيتبع ايه؟ اوبريتيف بيه بالرياليتي برينسيبلز، يعني ال- 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 الواقع، لانه ده جزء الراشونال اللي هو العقلاني مع الواقع، رياليتي برينسيبل لانه جزء عقلاني راشونال part. وبالتالي بيعتمد على ايه؟ على ماتيور سكندري ثينكينج، مش تفكير بدائي، تفكير ناضج ثانوي، بدليل ان هو اهو الرياليتي برينسيبل اقتضت الايه؟ انه يعمل انهيبيشن، ما يردش في الحال، يثبط الرغبه في الرد الفوري ويبوسبون، ياجل ويموديفاي، بدل ما اضرب بدل ما اشتم لا هقدم فيه شكوى. فاذا ده تفكير ماتيور وسكندري ثينكينج، بيتبع اللوجيك رولز اللي هو القواعد العقل المنطقية، وابستراكت ثينكينج يعني يستخلص من التفكير ان ده هو الرد الامثل، مش ان هو يشتم او يضرب، وعليه تمثل
الجزء البالغ في شخصياتنا. نيجي الجزء الثالث اللي هو السوبر ايجو، اللي هو الانا العليا. ده partially conscious، يعني جزء منه واعي، but the large part is unconscious، ولكن الجزء الاكبر غير واعي. يعني الخص لك الجزء الاول، يبقى الايجو والسوبر ايجو واعي وغير واعي، هما الاثنين بيزمع الجزء واعي والجزء غير واعي. انما الجزء الطفولي الايد اللي هو الهو ده كله unconscious. طيب نيجي النقطة التانية، ان ده operated بايه؟ بالsocial values، بالقيم الاجتماعية، وعليه characterized بايه؟ بالmoral conscious اللي هو الضمير الاخلاقي، اللي هو الحاجة الايديال اني اتسامح، ويمثل الجزء البارنتال اللي هو الجزء الابوي في الشخصية. يبقى كل واحد فينا شخصيته بتتكون من ثلاث مكونات وظيفية أساسية، جزء طفولي وجزء بالغ وجزء أبوي، وعملناهم في الجدول اللي انت شايفه ده من 4 نقاط. نستأنف. طيب قلنا ان دلوقتي الإيجو اللي هو الجزء البالغ واللي بنستخدمه كثيرا، يعني معظم الناس في هذا الموقف مش هيتصرف كطفل، ومش هيسيب حقه ويتصرف تصرف أبوي. المعظم هيتصرف بالإيجو اللي هو الأنا، اللي هي الجزء البالغ في الشخصية. فده بيقولوا إن الإيجو responsible for a system of vital functions، له وظائف حيوية، 5 وظائف حيوية. أنا كتبتها لكم بطريقة لطيفة جدا. 3 بيبتدوا بحرف الإيه، وبعدين 4 سي، والخمسة دي يعني فوتنا حرف البي، عشان برضو عاوزين مش بس نفهم ونطلع حافظين. يبقى 3 A C D، فوتنا البي. 3 A، مين أهم وظيفة؟ لو قال لي اختار أهم وظيفة للجزء البالغ للإيجو، أهي حتى مش هلتزم بالترتيب، اللي هي الأدابتيشن تو رياليتي، التكيف مع الواقع. This is the most important function. طيب الوظيفة الثانية برضو بحرف الـ A، autonomous functions، اللي هي الوظائف اللي هي فيها استقلالية بالذات، autonomous يعني حاجة خاصة بي أنا، إن أنا في أي موقف ماذا سأحس، حاجة خاصة بي، السنسوري موتور هتحرك إزاي، هعمل إيه، البرسيبشن الإدراك، الثينكينج التفكير، الليرنينج. يبقى autonomous functions. نمرة 3، الجزء البالغ بيسعى إلى تكوين علاقات جيدة مع الآخرين، appropriate relationship with others. طبعا بتبتدي بالparents وإحنا في الطفولة، ثم الأصدقاء، ثم المجتمع، وهكذا. يبقى دول 3 وظائف اللي بحرف الإيه، وأهمهم في الجزء البالغ هو التكيف مع الواقع، adaptation to reality، ثم autonomous functions اللي هو إدراكي وتفكيري وإحساساتي وحركاتي تبعا للجزء البالغ، وبعدين العلاقات الجيدة appropriate المناسبة مع الآخرين. ثم نمرة 4 اللي بقى بحرف السي، وقلنا 3 A ونفوت البي، C D control of impulses. ما هو طبعا قلنا control of impulse، ان الراجل ده مسك نفسه، ما اندفعش بالجزء الطفولي، انه inhibit، صبت الرغبة في الانتقام الفوري، postpone اجل، وmodify. ما كانتش الرد لا في صورة لشتيمة ولا ضرب، كانت في صورة شكوى. وبعدين نمرة 5، ودي هي موضوعنا النهاردة، ان الايجو مسؤولة عن الديفنسيف ميكانيزمز، الحيل الدفاعية العقلية اللي بنعملها، ومنها مثلا التبرير، ان احنا عوضا عن الكذب نبرر. وهقول ايه الفرق ما بينهم في اوانيها. الديسبليسمنت اللي هي الاحلال، دي حيل دفاعية، يعني ان انا الراجل مدير يعني بست في الموظف، فالموظف لما يروح البيت يزعق لزوجته، فزوجته تضرب الواد، الواد يروح ضرب الكلب. يبقى كل واحد على اللي قال لك ما قدرش على الحمار قدر على البردعه. دي حيل دفاعيه عقليه اللي بيعملها هو الايجو الجزء البالغ، ان هو ما يقدرش على مديره فيزعق للزوجه، الزوجه ما تقدرش على زوجها تزعق للواد، الواد ما يقدرش يزعق لابويه يروح ضرب الكلب. قصه اللي هي اسمها ديسبليسمنت. وهناخد في الديفنسيف ميكانيزمز اللي هي مسؤول عنها الايجو، دي من اهم نقط في الام اس كيو، انهي مين اللي مسؤول عن الديفنسيف، الحيل النفسيه الدفاعيه او العقليه النفسيه الدفاعيه، الايجو. هناخد 20 واحده منهم النهارده باذن الله. نيجي بقى نيو دايناميك ثيوري،
بيقولوا ان الهيومن بيهيفير از موتيفيتد باي، التصرف الانساني مدفوع بشيئين، يا اما بريميتيف درايفز يعني دوافع بدائيه زي اجوع لازم اكل، اعطش اشرب، دافع جنسي افكر في الزواج والتكاثر، ابرد لازم ما استناش لما اتجمع نوت تو فريز تو ديث ان انا اتدفى، يبقى دي دوافع بدائيه بريميتيف درايفز. لكن التصرف الانساني مش مدفوع فقط بالدوافع البدائيه، انما بدوافع تانية متقدمه، احتياجات متقدمه، هاي يعني متقدم هنا مش بمعنى عالي، موتيفيشنال نيدز. نذكر منها خمسه اللي هي النيدز تو لاف اند بيلونجينج، ان الواحد يحب يلاقي شخص بيحبه، ده دافع متقدم، والبيلونجينج الانتماء، ان انا انتمي لاسره وانتمي لوطن وانتمي لنادي كوره وهكذا. الاستيم نيدز دوافع تقدير الذات، ان انا مقدر ذاتي، مش هلبس اي لبس، مش هصاحب اي ناس، مش هقعد في اي مكان، بيبقى في استيم دوافع تقدير الذات. الاتشيفمنت اند سيلف اكتشواليزيشن نيدز نمره 3، ان انا احب اتشيف يعني احقق حاجات كويسه، سيلف اكتشواليزيشن اثبات الذات، ان انا اثبت ان انا الاول على المدرسه، ان انا طبيب شاطر وهكذا. النيدز فور فاليوز، احتياج الانسان للقيم. وبعدين اخر حاجه نمره 5 الاوبجكت ريليشن نيدز، ان انا اقامه العلاقات اللي قلنا المناسبه مع الاخرين، واحنا صغيرين مع البيرنتس ثم مع الاصدقاء ثم مع المجتمع. يبقى ده النيو دايناميك ثيوري بتقول ان الهيومن بيهيفير تصرفات الانسان مدفوعه بشيئين، يا دوافع بدائيه الجوع والعطش والجنس مثلا، ان انا اجوع اكل، اعطش اشرب، الجنس ان انا اتجوز واتكاثر ريبرودكشن، ودوافع هاي موتيفيشن، دوافع متقدمه، احتياجات متقدمه، ان انا محتاج 5 حاجات، الحب والانتماء، محتاج تقدير الذات، محتاج اثبات ان انا اقدر احقق حاجه، الاتشيفمنت واثبات ذاتي، سيلف اكتشواليزيشن. نمره 4 ان انا محتاج فاليوز قيم، ثم محتاج اقيم علاقات مع الاخرين. طيب ننتقل الانترا سايكيك داينامكس. قلنا بقى الراجل الموظف ده، القصه اللي بنرجع لها تاني، انا متخيل قبل ما ياخد القرار بانهي جزء هيستخدمه تجاه رئيسه في العمل، هل هو الجزء الطفولي الايد اللي هو، ولا الجزء البالغ الايجو اللي هو الانا، ولا الجزء الابوي السوبر ايجو اللي هو الانا العليا. 100% الراجل ده كان في كونفليكت، كان في صراع ما بين التصرف الطفولي اللي هو الايد، انه يضرب ويترفض ويضيع مستقبله، ونمره 2 الايجو او السوبر ايجو، هل يتصرف تصرف الشخص البالغ العاقل، التصرف الراشونال العقلاني اللي هو بيادابت رياليتي، بيتكاف مع الواقع، فينهبت يثبط نفسه ويأجل يبوسبون ويموديفاي الرد، ولا يتصرف بالسوبر ايجو، التصرف اللي هو مدفوع بالضمير الاخلاقي والقيم الاجتماعية، التصرف الأبوي، فيسامح الراجل. ففي كونفليكت، في صراع نفسي داخل هذا الموظف ما بين شيئين، ما بين استخدام الإيد من جهة أو استخدام الإيجو والسوبر إيجو من جهة أخرى. هذا الكونفليكت هيؤدي لإيه؟ creates an anxiety، هيخلي الشخص متوتر، and turmoil، turmoil يعني في حالة هياج، ولازم لازم يحل هذه المشكلة، لازم يصل لقرار هيستخدم أيهما، الإيد ولا الإيجو أو السوبر إيجو. لو ما حلش المشكلة دي هيحصل يمرض. وزي ما قلنا وبقولها لتاني مرة، وده من أهم الأسئلة في المالتيبل تشويس، إن كل الحيل الدفاعية العقلية الديفنسيف ميكانيزمز المسؤول عنها هو أني واحد في الثلاثة، الإيجو، الأنا. نيجي بقى موضوع مهم جدا اللي هو تاني موضوع عندنا النهارده، هو الكونفليكت، الصراع، ونقصد به الصراع النفسي. وبحب ابتدي بحاجه مهمه جدا، الحياه عباره عن كونفليكتس، واشهر انواع الكونفليكتس اللي هناخدها دلوقتي اللي هو الصراع بين مرغوبين، ان في كل يعني ساعه من ساعات اليوم
احنا في كونفليكت. لما بعوز اكل، اكل اشتري الساندوتش ده ولا الساندوتش ده؟ فانا في كونفليكت، لازم اخد قرار. هروح اشتري قميص، اشتري القميص ده ولا القميص التاني؟ في قصادي عاوز يتجوز، في بنتين واخدين او ثلاثه واخدين، هم دول قايلين، طب اختار ايهما؟ يبقى ده انا في كونفليكت. حتى في مثل يقول لك عاوز تحيره، يعني كونفليكت خيره، عاوز تحيره خيره. ما هو الكونفليكت؟ هو صراع، مش صراع بدني، صراع نفسي بين قوتين او اكثر، واحنا في تملي في هذه الصراعات، ولازم لازم ال هاتان القوتان يبقوا متساويتان، يبقوا متساويتان في ان واحد. بمعنى ادي مثال عشان تفهم ليه لازم يبقوا متساويين. يعني انا مثلا في صراع اخد انهي وظيفه، وظيفه بعيده ومرتبها كبير، وقريبه ومرتبها صغير. خد بالك بقى، ما هو لو القريبه مرتبها كبير يبقى ما فيش صراع، يبقى طبعا هاخد القريبه واللي مرتبها كبير. لكن الصراع ان انا عشان اخد مرتب كبير هروح مشوار بعيد، طب وعشان يبقى الوظيفه جنب بيتي هيبقى المرتب صغير. يبقى حتى يحدث كونفليكت، صراع بين قوتين نفسيتين، لازم هاتان القوتان او اللي اكتر، ممكن ثلاث وظائف، يبقوا في وقت ما at some time يبقوا equal. عشان كده انا في توتر، وهذا التوتر قد يكون في الكونشس، يعني بتناقش مع والدي وبتناقش مع اصدقائي اخد انهي وظيفه كده، يبقى اخف من لو كان الصراع في الانكونشس، يعني غير واعي، يعني انا ما ابوحش بيه، بالعكس هيؤدي الى تنشن. تعال بقى ناخد الكونفليكت في النقاط بتاعته. نبتدي، ما هي الكونفليكت؟ دلوقتي انت فهمت ان الكونفليكت هي opposing or competing. competing يعني متسارع، opposing يعني متضاد ومتسارع. psychic forces، صراع بين قوى نفسيه، نفسيه ما بنتكلمش صراع بدني، او بين احتياجات needs. وقلنا تاني نقطه في الديفينيشن مهمه جدا، ان لازم الصراع بين القوى النفسيه دول يبقوا both are almost equal strength for some time. لازم يبقى في تساوي ما بينهم، ولا يجي الصراع منين؟ ان انا القميصين حلوين فمش عارف اختار مين، الاكلتين كويسين فاخد مين، الشغله دي مرتب كبير بس بعيده، ودي مرتب صغير بس قريبه فيها حاجه كويسه. يبقى دي اول نقطه ديفينيشن. تاني نقطه في الكونفليكت، احب نمشي كده بالنظام، ان هذا الكونفليكت قد يكون كونشس وقد يكون انكونشس، واعي او غير واعي. طبعا لما يبقى غير واعي هيبقى مور سيريس، انا ما بتكلمش في الصراع النفسي اللي جوايا، فبالتالي هيحصل لي توتر، تنشن. طيب ننتقل نكمل، مين اللي هيحل لي الحكايه دي بقى؟ الديفنسيف ميكانيزمز، اللي هو الحيل الدفاعيه العقليه. ومين اللي قلنا اللي متسبب فيها؟ سؤال بقوله ثالث مره اهو في الام اس كيو، الايجو اللي هو الانا. طيب النقطه الرابعه، انواع الكونفليكتس، تايبس اوف كونفليكتس. في ثلاث انواع من الكونفليكتس، وبرضه حطيتهم لكم، بحب الجداول قوي والنظام. هناك ثلاث انواع من الكونفليكتس. في ابروتش كونفليكت، صراع بين مرغوبين. ابروتش يعني حاجه قريبه. افويدنس، بافويد يعني بتلافى. افويدنس كونفليكت، يبقى صراع بين حاجتين عاوز اتلافاهم، يبقى صراع بين مكروهين. وفي ابروتش افويدنس كونفليكت، صراع بين ابروتش مرغوب ومكروه. يبقى يوجد ثلاث انواع من الصراعات، صراع بين مرغوبين ابروتش مكروهين افويدنس ومرغوبه مكروه ابروتش افويدنس. طيب الاول سؤال ام اس كيو، مين اكثر الصراعات شيوعا في العالم؟ الابروتش صراع بين مرغوبين، لان بنقول كل ساعه من ساعات اليوم هاكل ايه، هشتري ايه، هركب ايه، هكلم مين، هدخل انهي فيلم. ما بنروح في السينيبلكس اللي هو بيبقى فيه ست افلام وفي ثلاثه فيلمين ثلاثه كويسين، طب اختار انهي واحد؟ يبقى ده اكثر انواع الصراعات. يبقى هو هنا كونفليكت بتوين تو ايكوالي. شوف قلنا لازم يبقى عشان يبقى فيه صراع يبقى تقريبا ايكوال ات سام تايم، تو ايكوالي ديزايربل يعني عاوزهم. وبعدين الاكزامبلز اهو، فولينج ان لاف وذ تو جيرلز، في بنتين بحبهم، طب اتجوز مين؟ يبقى انا في صراع. تشويس بتوين تو موفيز، اختيار ما بين فيلمين.
ما بين وجبتين، ما بين اي عربيتين and so on. يبقى ده اكثر انواع الصراعات. نيجي النوع الثاني avoidance. avoidance صراع بين مكروهين تو ايكوالي. شوف كلمه ايكوالي مهمه هنا، بس مش desirable بقى، ده هنا مكروهين undesirable يعني حاجات serious و dangerous. وهي اشهر مثال هنا بناخده كالاتي: soldier يعني جندي during a battle في اثناء المعركه. الجندي ده خايف لا يتعور او يتقتل، يبقى مش عاوز يروح المعركه، خايف يتعور او يتقتل، ادي مكروه. طب اهرب من المعركه اسكيب، ده مكروه اخر، لان هيقولوا عليا كاور جبان وهيحكموني عسكريا. يبقى هذا الجندي في صراع بين مكروهين، انه يروح المعركه هيتعور او يتقتل مكروه، يهرب هيبقى جبان ويحاكم. يبقى هنا هو في صراع بين مكروهين. النوع الثالث من الصراعات صراع بـ approach avoidance بين مرغوب ومكروه desirable and undesirable. يبقى في ما بين الاثنين desirable، بين مرغوبين، الاثنين undesirable مكروهين desirable undesirable. وفي مثال لطيف هنا: to marry your beloved girl، عشان تتجوز البنت اللي بتحبها، اهدي desirable، انت عاوز البنت دي بس ما عندكش فلوس تجيب شقة، فهتضطر تعيش مع المذر ان لا، مع حماتك اللي هي untolerable، اللي هي غير محتملة. يبقى أنا في صراع المرغوب عاوز أتجوز البنت دي لأني بحبها، والمكروه إني هعيش مع حماتي التي لا أطقها. طيب النقطة الخامسة بعد كده: إن any conflict particularly زي ما قلنا if unconscious، لأن قلنا ممكن الصراع أنا يبقى بتفاهم فيه مع الآخرين conscious في الوعي، أو جواه لوحدي unconscious، قلنا هيزود التنشن. طب النقطة الأخيرة السادسة: ان التنشن ده ريليفت زي ما قلنا بايه؟ بالديفنسيف ميكانيزمز، اللي هي الديفنسيف ميكانيزم دي بتتميز باربعة مميزات اللي هي هناخدها الجزء الثالث في محاضرتنا والاخير. ان كل الديفنسيف ميكانيزم، خد بالك كل نقطة ام اس كيو، الحيل الدفاعية العقلية السيكولوجية، لازم الحيلة الدفاعية دي تحصل وانت ما بتفكرش في الانكونشس. يعني هدي مثال بسيط، يعني انك انت تخرج من مأزق بالكذب، الكذب ده انت بتعمله بالوعي، ده بالعكس هيوترك اكتر انك عارف انك بتكذب. الكذب ده ما هوش حيلة دفاعية عقلانية، انما مين اللي حيلة دفاعية عقلانية؟ التبرير. ما هو التبرير لما تفكر هو نوع من الكذب، بس كذب انت بتعمله انت لا تدري، عارف انت مصدق اللي بتقوله مع انه انت بتقول حاجة بتبرر تبرير مش صحيح. يبقى اهم ميزه في الديفنسيف ميكانيزمز انها لازم تبقى بتعملها في الانكونشس. طيب وقلنا مين البرايمري تولز بتاعها، مين اللي بيعمل كل الديفنسيف ده؟ دي المره الرابعه اهو بنقولها، البرايمري تولز بتاعه الديفنسيف ميكانيزم الايجو، الانا. وبعدين رابع ثالث خاصيه انها تشينج ويز اوفر تايم، بتتغير مع الوقت. يعني انا في البدايه الناس بتقعد تبرر يقول لك انت كل حاجه تغلط هتبررها. يا اخي واجه نفسك، فيبتدي الانسان لما يبلغ التبرير يقل. يبقى اذا الحكايه دي بتتغير مع الوقت. وبعدين ادابتيف، يعني بدون الحيل الدفاعيه العقليه دي مش ممكن نتكيف، ودي قلنا اهم وظيفه كانت للايجو اللي هو بيعمل ديفنسيف ميكانيزم، مش ممكن نتكيف مع الحياه، لازم نعمل حيل دفاعيه عقليه. لكن لو اسرفنا فيها جدا او ما عملناهاش خالص نصاب بالمرض، فممكن تبقى باثولوجيك. ده واحد من اهم الاسئله اللي هو الكونفليكت. يبقى الكونفليكت قلنا اول نقطه ان هو كان صراع بين قوتين نفسيتين، لازم يبقى هاتان القوتان متساويتان في وقت ما، ادي اول نقطه ديفينيشن. وان هذا الصراع تاني نقطه قد يكون كونشس او انكونشس. ثالث نقطه ان هنحل ازاي الصراع ده بالديفنسيف ميكانيزمز اللي هو الاداه بتاعتها الاساسه الايجو. رابع نقطة ان الكونفليكت، ودي اهم نقطة، ثلاثة انواع: صراع بين مرغوبين، مكروهين، مكروه ومرغوب. وبعدين خامس نقطة ان الصراع ده اذا كان في الانكونشس هيؤدي الى زيادة التنشن. وسادس نقطة ان هنحل هذا التنشن هنحله بالديفنسيف ميكانيزمز اللي هي تتميز النقطة السادسة باربع نقاط: انه بيحدث في اللاوعي، الاساس فيه هو الايجو، هو البرايمري تولز بتاعته، انه بيتغير الحيل الدفاعيه دي مع الوقت، مفروض لما بنبقى مور ماتيور نستخدمها اقل، ان هي دي الطريقه اللي مش الايجو لوظيفته ايه؟ قلنا ايه اهم وظيفه في الوظائف الخمسه بتاعت الايجو؟ ان هو ادابتيف،
ادابتيشن تو رياليتي، بتخلينا ادابت مع الرياليتي. لكن طبعا لو ما استخدمناهاش خالص او اصرفنا فيها جدا ممكن تبقى باثولوجيكال، مرضيه. ننتقل بقى للجزء الثالث والاخير اللي هو الفور كلاسترز اوف ديفنسز، يعني الاربع مجموعات، كلاستر يعني تجميعات او مجموعات للحيل العقليه الدفاعيه. اول مجموعه عندنا اللي هي بنقولها ان هي نارسيسيستيك ديفنسز، اللي هو الحيل الدفاعيه النرجسيه. انا الاول عاوز اقول لكم برضو بنحب فقره المعلومات العامه، ايه النرجسيه دي ايه على فكره عشان تبقى عارف. النرجسيه دي جت من اسطوره يونانيه بتاعت راجل اسمه زكسوس. بيقولوا الاسطوره دي ان زكسوس ده كان ايه في الجمال، وراح بص في البحيره فشاف صورته في الميه فعشق نفسه، يعني حب روحه قوي حتى الموت. ده هي النرجسيه. وعلى فكره النرجسيه لها مظاهر حديثه، ان دلوقتي ما فيش بحيره نبص فيها. عارف لما واحد يقف قصاد المرايه بيقول يعني ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، هذا نوع من انواع النرجسيه. الناس اللي كل يوم في على الفيسبوك تغير البروفايل بيكتشر بتاعتها معجب بروحه، هذا نوع من انواع النرجسيه. يبقى النرجسيه الانسان بيبقى حاسس باهميته، باهميته، ويحب المديح، ان الناس بقى تقعد تديله لايكس وتكتب له كومنتس ايه الجمال ده، وهي يعني اشكال يعني ما فيش داعي نتكلم. وبعدين مش بس كده، في النرجسيه الشخص ده لا يهتم بالاخرين، بيهتم بنفسه فقط، يحب المديح زي ما قلنا، وعنده شعور بالعظمه وبالتفوق وفي غايه الانانيه ومتعالي على الاخرين، ويحب يكسب على حساب الاخرين ولا يهمه الاخرين على الاطلاق. فاول ثلاث مجموعات من الحيل الدفاعيه النفسيه بتبقى موجوده في كل الناس، بس اكثر ما بقولش فقط في الناس اللي عندهم نرجسيه، اللي هم عندهم احساس بالاهميه وبالتعالي وبان هم يحبوا الناس تملحوهم، وفي نفس الوقت لا يهتموا بالاخرين ويحبوا يكسبوا على حساب الاخرين. وقلنا جايه من الاسطوره اليونانيه اللي حكينا عليها. نيجي اول واحده فيهم في العشرين دول اللي هو البروجكشن، ومعناها الاسقاط، يعني ان احنا بنسقط عيوبنا في صوره رغباتنا المعيبه، الويشز والديزايرز، افكارنا الوحشه، الثوتس، الايموشنز، انفعالاتها، نسقطها على الاخرين. خلاص نسقطها على سامون، على شخص اخر، او على الورد ان جنرال. ادي معنى الاسقاط. حتى بقول بمعنى يعني ايه الاسقاط، ان واحد يقول لك يقول له انت ليه ما بتتعاونش مع الاخرين، فبدل ما يقول لا هتعاون يقول لك هو حد بيتعاون مع حد، حد بيدي حد حاجه عشان ندي، يعني هو اناني، فيسقط الانانيه بتاعته على الاخرين. واحد نص يقول لك يا عم انا حرامي، كل البلد بتسرق، اللي هي قصه احسان عبد القدوس لما قال يا عزيزي كلنا لصوص. البروجكشن ان احنا نلقي بالعيوب بتاعتنا على الاخرين او على العالم، واللي هو بيصدق فيهم اللي هو البيت الشعر الجميل اللي هو بيقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يعني احنا بنعيب على الاخرين، بنعيب على الزمن، وبنعيب على العالم، واحنا العيب فينا احنا. هو ده البروجكشن. تعال بقى نشوف المثالين اللي هم مديهم لنا هنا. اللي بيقول لك راجل يعني عمل الفاحشه واقنع نفسه ان هو بيعمل كده عشان مراته عندها افير بتخونه، وبرغم انه ما عندوش ايفيدنس على ذلك، يعني هو بيقول عشان هي بتخونني فانا عملت كده، وده غير حقيقي. يبقى اسقط العيب اللي عنده على زوجتي. اهو ايمان هو هاز كوميتد ادلتري، يعني عمل الفاحشه، كوميتد يعني نفذ الفاحشه، becomes convinced، اقنع نفسه ان his wife having an affair، عندها علاقه مع اخر مع انه ما عندوش ايفيدنس. او تعالى مثال تاني بديهم لنا. A girl talks about her doll، بتتكلم بقى، عارف الطفله لما تلعب بعدول وتقعد تقول ان العروسه دي تعبانه في كذا وفيها كذا، وهو اساسا المشاعر اللي هي بتلقيها على العروسه دي اللي هي بتمثل هنا جزء من العالم بقى مش الاخرين، هي مشاعر الطفله نفسها. A girl talks about her doll
having certain feelings, عندها حساسات معينة which are really what the girl feels, اللي بتحسه الطفلة دي. ده كان أول نوع من الأنواع العشرين، ولكن ينتمي إلى مجموعة الحيل النفسية النرجسية. نيجي تاني حاجة denial، الإنكار، إن إحنا ننكر clear features of the external reality، يعني حاجة واضحة جدا من الواقع، just to avoid painful aspects of reality. وبندي مثال، يعني شخص بسبب إنه هو بيدخن السجاير عنده جاله heart attack، وبص لقى بعد ما عملنا له مثلا عملية كابج، يعني تغيير شرايين، أو حطنا له دعامات، عمال يدخن برضه. ليه؟ يقول لك إيه، مش من السجاير. denial، إنكار، ما السجاير مش هي السبب، الناس كده بتشرب سجاير وما حصل لهاش، مع إن دي حقيقة واقعة وكل الناس عارفة إن السجاير ده متسبب أساسي، بيزود احتمال الأمراض الشرايين التاجية 3 مرات. ده هو denial، بينكر clear features of the external reality، بيقول عليها it's not true to avoid painful aspects of reality. أهو a patient surviving heart attack، يعني نجا من heart attack، continues to smoke، ويقول لك ان السموكينج ده ما بيعملش حاجة خالص، طبعا كان فارغ. نيجي النوع الثالث والأخير في الحيل الدفاعية النرجسية، اللي هو السبليتينج. السبليتينج اللي هو التقسيم، عارف في ناس كده، وده نوع من أنواع الطفولية، عنده الناس والأشياء يا أبيض يا أسود، يا ملاك يا شطان، مفيش لون رمادي خالص. أهو عنده البيبل، الناس والثينجز والأشياء في العالم in the world are perceived all bad or all good، يا كويس أوي يا وحش أوي، يا angels يا ملائكة يا devil. مفيش كده، مفيش ملاك كامل ومفيش شيطان كامل. حتى بقول في أي اتنين بينفصلوا بيتطلقوا لما يقولوا لي ده هو وحش ده هي وحشة، لا، هما الاتنين عندهم أخطاء بدرجات متفاوتة. دي عاوزة تبقى شخصية ماتيور عشان تفهم، ما نعملش هذا السبليتنج. أهو زي ادينا مثال إن واحد بقى بيحب الدكتور بتاعه، فيقول لك الدكتور ده إذا ميراكل وركرز، ده بيصنع معجزات. طب الدكتور التاني بقى ما بتروحوش ليه؟ مش يقول لك لا ده أحسن، لا، يقول لك والتاني بقى is totally incompetent، يعني مش نافع تماما. ما فيش دكتور بيعمل معجزات والتاني ما ينفعش خالص، ده أشطر من ده شوية. أو اللافر، المحب، السين الشخص اللي بتحبه is so perfect and wonderful، يعني كله يشوف الشخص اللي بيحبه ما فيهوش ولا غلطة. طبعا ده كل إنسان مهما كنت بتحبه في أخطاء، اللي هي فاكر المثل اللي بيقول لنا عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ. يعني انت راضي عن واحد فشايف فيه كل حاجة كويسة. وعلى فكرة دي المقولة دي منسوبة إلى الإمام الشافعي. أو ده السبليتنج. يبقى إيه الحيل اللي هي النرجسية؟ تبقى عارفها، لأن بيجي سؤال ام اس كيو دي انهي نوع. النرجسياستيك 3 حيل، اللي هو البروجكشن الاسقاط، الدينايل الانكار، والسبليتنج اللي هو التقسيم. ده اول 3، وتبقى عارف ان دول تبع الحيل النفسية النرجسية. ده سؤال لوحده. طب نيجي تاني مجموعة فيها 4، الاماتيور ديفنسز، اللي هو الحيل النفسية الدفاعية غير الناضجة، اماتيور. دول 4. نبتدي بالبلوكينج، اللي هو الإغلاق الذهني. بتحصل لناس كتير إن فجأة يحصل لك كده temporarily or transient، يعني بصورة مؤقتة، بلوك في الثينكينج، إغلاق في التفكير أو في التذكر، inability to remember. وأشهر مثال إن هو student دخل امتحان وحصل له كده إغلاق في سؤال معين، unable to recall the facts needed in the answer، مش قادر يتذكر الحقائق اللي هي متعلقة بالإجابة. وبعد although he recalls it as he walks out، لما يطلع برا الامتحان he recalls، يفتكرها. يعني حصل هنا في البلوكينج اللي هو الإغلاق الذهني المؤقت، إغلاق ذهني مؤقت في التذكر أو في التفكير. وساعات حتى لما تحرج أنت بسؤال معين عن شخص معين، فنعمل الحيلة الدفاعية دي، إحنا مش عاوزين نزم فيه لأنه صاحبنا، فأقول هو عمل كده، أقول مش فاكر، مع انت بعد، على فكرة انت مش كذبت، انت فعلا بيجي لك حالة من الاغلاق انت مش قادر عليها، بتلاقي مش فعلا مش فاكر. لكن لو قصدت تقول انا مش فاكر وانت فاكر كويس قوي، ما تبقاش حيلة دفاعية نفسية. سألوك عن واحد صاحبك هو عمل العملة دي، فانت عشان تطلع من هذه المشكلة
الايجو بتاعك يعمل ايه بقى؟ يستخدم البلوكينج، يبقى مش فاكر. لكن بعد ما تمشي تقول يا ده فعلا عمل كده، بس انت قصادهم عشان ما تحرجش صديقك حصل لك البلوكينج، التمبرال او ترانزيان بلوك ده. تاني حاجه في الحيل النفسيه الدفاعيه غير الناضجه، ما تتقالش الغير، هي تتقال غير الناضجه مش الغير الناضجه، ما تتحطش مع غير ابدا، غير الناضجه اللي هي الريجريشن معناها عوده لمرحله سابقه، ريتيرنينج تو ايرلي ستيج اوف ديفلوبمنت، غالبا مرحله الطفوله، يعني تتصرف كطفل. ودي بتحصل كل المرضى، هتلاقيهم عندنا المريض ده بيبقى يعني تعبان ومتوتر من المرض، فتروح له هو نايم في السرير تلاقيه نايم نومه جنين كيرلينج اب، متكور واخد الفيتال بوزيشن اللي هو وضع الجنين، يعني لامم نفسه لانه حاسس انه لا حول له ولا قوه تجاه المرض، عاوز مساعده، يبقى حصل له ريجريشن، رجع لمرحله الطفل، بدليل اهو شوف البوزيشن بتاعه كيرلينج اب ان فيتال بوزيشن. ريجريشن از كومون في الناس طبعا المرضى، هتلاقيها تبقى فاهم ليه هو نايم كده، او في الشخص الطاير التعبان. طب في حاجه تانية، الانيوريسيس اللي هو التبول اللا ارادي، ان تلاقي طفل كونتنت متحكم في البول كويس قوي، اتولد اخ ليه بيبي فكل الاهتمام راح للبيبي ده، فعشان هو يشد الانتباه كحيله نفسيه دفاعيه تلاقيه ابتدى تاني يفوت على نفسه مع انه كان بيتحكم كويس. يبقى انيوريسيس ديفلوبت ان ا تشايلد امتى؟ following بعد ما ايه يحصل البيرث اوف نيو سيبلينج، يعني اخ ليه جديد وخد الانتباه، فهو عشان يرجع الانتباه لتينا يحصل له انيوريسيس. طيب نيجي تالت حاجه اللي هي السوماتايزيشن. سوماتايزيشن معناها الجسمانيه، او اقولها بطريقه تانية اضطراب جسدي بسبب نفسي، يعني السايكيك ديستريس، الضغط اللي هو السيكولوجي النفسي ادى الى كونفيرتد انتو فيزيكال سيمتو. ودي كلنا عارفينها، ان انت لما الواحد يبقى في مشكله عنده متوتر جدا تبص تلاقيه صدع اهو، جيتنج هيديك في اثناء متوتر بسبب امتحان، وايل تيكينج ان اكزام، او اي ستريس، ده يسموه سوماتايزيشن اللي هو هيبقى زي ما قلنا اضطراب جسدي بسبب نفسي. طب نيجي رابع واخر حاجه في الحاجات الاماتيور، انتروجكشن او ايدنتيفيكيشن. انتروجكشن معناها استدماج او احتواء، وايدنتيفيكيشن معناها تقمص. خد بالك بقى، دي اوبوزيت تو بروجكشن، ده سؤال ام اس كيو. في الاسقاط انت بتسقط عيوبك على الاخرين، في الايدنتيفيكيشن تقمص انت الاخرين بتحطهم عليك، مش بترمي على الاخرين، بتاخد من الاخرين وتتقمص، يبقى هي opposite to projection. فبتاخد features of the external world or persons are taken in، انت بتاخدهم مش بتسقط اللي عندك على الاخرين، انت بتاخد من الاخرين او العالم، بالعكس عليك انت، taken in and made part of yourself، وتعملها جزء منك. زي بنشوف ايه بقى، ولد نايب صغير resident تعين في القصر العيني، معجب جدا باستاذه فيلبس زيه ويتكلم زيه، dresses and acts like the attending physician، يلبس ويتصرف كأنه هو الأستاذ الكبير، physician الكبير attending. طيب في مثال تاني مدينه، الidentification is done consciously، لو اتعملت، لو التقمص بتعمله بقى، قلنا مفروض ان الحيل الدفاعية العقلية تبقى في unconscious، لكن لو انت تقمست بالوعي، لا ما بقتش تقمص، بقت تقليد imitation. يبقى الحيل النفسية لست بقى unconscious، تبقى انت متقمص وانت مش عارف انك بتتقمص، انما لما تبقى عارف يسموها imitation. وافتكر كان فيه زميل عزيز جدا دلوقتي من كبار الدكاترة في كندا في الفاميلي ميدسن، كان بيشتغل معايا بيساعدني في وقت ما، فانا وكان يعني انا طبعا بحبه جدا وهو معجب بيا، فقلت له على فكره هو رايح يشتري موبايل، قلت له من فضلك ما تشتريش الموتورولا دي، كان اول موبايل طلع زمان موتورولا، على فكره الموتورولا ده اول موبايل في العالم، وفي فقر المعلومات العامه اول مكالمه بالموبايل في العالم كان التليفون موتورولا،
وكانت المكالمة ما بين ناسا وأرمسترونج على القمر، ساعة ما طلع الأول إنسان طلع على القمر، دي أول مكالمة بالموبايل، وكان نوع التليفون موتورولا، وعشان كده كان زمان في تليفون اسمه موتورولا، وكان سيء جدا إنك تفتحه فجأة بعد ما تفتحه نص فتحة يروح قافل يضيع عليك مكالمة، وكان المكالمات غالية. فأنا قلت له ما تجيبش التليفون ده، دور في السوق كله ورجع بقول له وريني التليفون اشتريته، لقيته موتورولا، مع إن أنا قايل له. يبقى هو في الله وعي، هو أنا ماسك التليفون ده فهو عاوز يمسك نفس التليفون، لكن لو انه بيعملها قصد ما تبقاش حيل دفاعيه نفسيه، تبقى تقليد ايميتيشن. ده الفرق. يبقى الايدنتيفيكيشن في الانكونشسنس التقمص، انما الايميتيشن في الكونشس. ده سؤال مسكين مهم جدا. مثال اخر عندنا هنا، مثال اخر للايدنتيفيكيشن في السوبر ايجو اللي هو الانا العليا، is formed as a part of the introjection of the same gender parent as the resolution of Oedipal crisis. دي حتة صعبة بس عاوز افهمكم. في قصص شكسبير، ويليام شكسبير ده كاتب روائي بريطاني عظيم، عاش ما بين سنة 1564 و1616، بيقول لك ان كل طفل بيتعلق بالopposite sex يعني of his parents، يعني تلاقي الولد حبيب أمه والبنت حبيبة أبوها، يبقى attached. طب دلوقتي عشان وتصل في أقصاها بقى في الرواية بتاعت ويليام شكسبير للراجل اللي هو الولد اللي عمل يعني عملية جنسية مع أمه، فاللي هي بيسموها Oedipal crisis، طبعا المفروض في تعلق، انما انه يصل لدرجه الممارسه الجنسيه ده بيبقى كرايسيس، ازمه ذكرها ويليام شكسبير في روايته المشهوره. انما بنحلها ازاي؟ يعني انه الطفل المعلق بوالدته تلاقيه بيغير من ابوه وياخد الاتيتيود بتاع ابوه عشان يبقى امه تحبه اكتر زي ما تحب ابوه، وبالعكس البنت تلاقيها تاخد الاتيتيود بتاع أمها عشان خاطر أبوها يتعلق بيها. ده نوع من أنواع الايدنتيفيكيشن، إن الطفل بيتقمص شخصية أبوه عشان يقدر يرتبط بأمها ارتباط نفسي ملناش دعوة بالأوديبال كرايسيس، والطفلة تبقى متعلقة يعني متقمصة شخصية أمها عشان ترتبط بأبيها. ده معنى الحتة دي. يبقى ده السوبر إيجو is formed as a part، كجزء من التقمص اللي هو الـ introjection of the same gender parent، يعني الطفل يتقمص أبوه عشان بيحب أمه، والطفلة تقمص أمها the same gender عشان بتحب أبوها، as a resolution كحل للـ Oedipal crisis. يبقى دي الأربع حيل الدفاعية النفسية اللي هي الـ immature، اللي هي نقولهم تاني عشان هيسألك دي تبع أنهي كلاستر، تبع الـ immature، الـ blocking الإغلاق الذهني، الريجريشن ريجريت يعني بيرجع لورا، العودة لمرحلة سابقة اللي هي مرحلة الطفولة، وبعدين السوماتيزيشن اللي هي الجسمانية، إن هو عرض يعني جسدي من أصل نفسي، يعني مرض جسدي بسبب نفسي، وبعدين انتروجيكشن أو ايدنتيفيكيشن اللي هي الاستبماج أو التقمص. يبقى كده عملنا 7 3 4 7، احنا قلنا هم 20. نيجي بقى اكبر مجموعه اللي هي الانكزايتي ديفنسز، دول 10 اللي هم الحيل الدفاعيه العقليه بسبب التوتر، انكزايتي. ناخد اول حاجه فيها اللي هي الديسبليسمنت، اللي هي احسن مثال فيها ما قدرش على الحمار قدر على البردعه، تشينجينج ذا تارجت، بدل ما الحمار بقى البردعه، هو ما قدرش على الحمار فقدر على البردعه. Of an emotion while the person having the feelings remain the same، يعني هو الفيلينج هو غضبان غضب remain the same، بس غير التارجت، بدل ما يغضب من رئيسه في العمل ما يقدرش عليه يبهدله، يغضب من زوجته او يروح خابط ايده على المكتب، يعني ضارب المكتب، وهو المكتب مش هيعمل له حاجه، لكن رئيسه لو ضربه هيعمل له حاجه. ده اسمه الديسبليسمنت. وفي اشهر قصه للديسبليسمنت قلتها لكم، انه اللي هو رئيس العمل بهدل الموظف فالموظف يبهدل زوجته، هذا displacement احلال، والزوجة تبهدل الولد
هذا احلال، والولد يضرب الكلب هذا احلال، ده الديسبليسمنت اهو. ايمان المان هو از انجري ات هيز بوس، متضايق من رئيسه في العمل، باوندز اون ذا ديسك يعني بيخبط على الديسك اللي قصاده، راذر ذان تيلينج هيز بوس وات ابسيت هيم، يعني راح خابط. معلش ثانيه بقى عشان نصلح، برضو هنرجع لنفس المشاكل باذن الله هنصلحها في ثانيه. فبيقولنا ده اللي هو الاحلال اهي، بس زي الفل. إيمان was angry at his boss يعني كان غضبان من رئيسه في العمل، bounds يعني يخبط الديسك rather than telling the boss what upset him، ايه اللي مضايقه، يبقى ما قدرش على الرئيس، قدر على المكتب يخبط فيه. وقلت القصه الاشهر ان هو الزوج على زوجته والزوج على ابنها والابنها على الكلب، ده كله يسموه displacement يعني الاحلال. نيجي الريبريشن، دي انا عاوز اتكلم عليها لان دي مهمه جدا. الريبريشن احب افهمها لكم، انا بس عاوز اعدلها اكتر، اشيل الورق اللي متسببه لنا في ال... طيب ثواني بعد اذنكم، ثانية واحدة. طيب ريبريشن اللي هو النوع الثاني، اللي هو معناها اخماد او اسكات. The feeling is eliminated from the consciousness. يعني الإحساس بنشيله، eliminated يعني بنشيله من الوعي ونحطه في اللاوعي. ده خد بالك بقى جمل مهمة جدا في الام اس كيو. ده one of the most basic defense mechanism. يعني ده من أهم الديفنس ميكانيزم اللي بنستخدمها. دي جملة مهمة، يبقى الموست بيزك دي جملة. في الام اس كيو it is the mother mechanism. ده الميكانيزم الأم اللي بنبتدي بيه. وإذا فشلنا فيه ندور على أحد الميكانيزمات الأخرى. لو ما يبقى ريبريشن نوت سفيشنت ندور على ميكانيزم آخر. طيب هنا واحد يقول لي من فضلك اشرح لنا إيه الكلام ده. ارجع تاني عشان تفهم إيه ريبريشن ده. دلوقتي أنا قصادي وظيفتين. فاكر لما قلنا في كونفليكت. وظيفة بعيدة بس فيها ميزة إن مرتبها كبير، وظيفة قريبة بس مرتبها صغير. تمام؟ فأنا قررت آخد الوظيفة اللي قريبة، مش هتعب نفسي لمرتبها صغير. مفروض وانس خدت الوظيفة دي، الوظيفة التانية ما فكرش فيها، أعملها ريبريشن، أسقطها من منطقة الوعي الكونشسنس إلى منطقة الوعي، خلاص خد يا الكونفليكت خلص، خلاص أنا خدت الوظيفة دي وما فكرش فيها. يبقى إيه أول حيلة نفسية دفاعية بنستخدمها عشان ما تبرجلش؟ إن أنا لما بختار فيلم معين، بختار قميص معين، بختار أكلة معينة، بختار بنت معينة، أنسى التاني. طب إذا الريبريشن نوت سفيشنت، يعني أنا خدت الوظيفة القريبة لكن مش قادر أنسى إن أنا فوتت الوظيفة البعيدة اللي هي مرتبة كبيرة. يبقى إذا الريبريشن اللي هو أهم ميكانيزم اللي هو المذر ميكانيزم ما ينفعش، أبتدي أفكر في ميكانيزم آخر اللي هو زي الريشناليزيشن، التبرير. ما أنا جوايا كونفليكت، جوايا تنشن، فأقول الوظيفة البعيدة مرتبها كبير بس ما قدرتش انسيها، فاعمل انساها، فاعمل تبرير، اقول مكان الفرق المرتب هصرفه بنزين واستهلاك عربيات والطرق خطره ممكن اعمل حادثه. يبقى خد بالك بقى، لما ما عرفتش انساها اعمل لها ريبريشن، اتنقلت الميكانيكيه ثانيه وهي تبرير لي انا ما خدتهاش. عشان كده قالوا ان الريبريشن ده الموست امبورتنت، ده المذر ميكانيزم. اذا ما عرفتش، اذا فشل تدور في حاجه اخرى زي المثال اللي اديته وهو التبرير. طيب هنا الأمثلة كالآتي. الأمثلة هو مدهلنا زي one forgets the date of his dentist، واحد نسي معاد الدنتست. ليه؟ to avoid remembering the pain of the last visit. واحد راح لراجل بتاع أسنان يعمل له حشو عصب، تألم جدا وقال له جيني يوم الخميس نكمل. هو متألم جدا مش يعني، فجاء واحد صديقه يوم الخميس في نفس ميعاد الراجل بتاع اسنان اللي هو مثلا الساعه 7، وقال له انا معايا تذكره سينما من 6 ل 9 وميعاد الدكتور الساعه 7 يوم الخميس.
فاضي يقول له اه فاضي. خد بالك هو عشان يبقى ريبريشن لازم يبقى في الانكونشس، مش يبقى فاكر ميعاد الدنتست وما يروحش، ده هيقعد في السينما متعكن. قوه الريبريشن ينسيه الميعاد ويروح، وبعد ما يخلص الميعاد يا خبر ابيض ده انا فوتت ميعاد الدنتست، لانه ما كانش لانه بسبب الالم حصل له ريبريشن. وان فورجيتس ذا ديت اوف هيز دنتست ليه تو افويد البين اللي حصل في اللاست فيزيت. خلاص. وانا بحكي قصة خاصة في عجالة، كان ليا صديق رحمه الله ومات في سن صغير جدا، دكتور محمود الله يرحمه، كان في زميلنا في القسم وكان جاله كانسر وتوفاه الله. وكنت في لندن مع والدتي، واتصل بيا زميل وقال لي اعز اصدقائك توفاه الله. فانا ما كنتش مصدق، بس عشان اريك قوة البريشر انا بشرح ده، كنت فاهم ان انا بشرح اي حاجة. فوالدتي قالت لي طيب بص، كان زمان لما حد بيتوفاه الله بيحطوا النعي في جريدة الأهرام. ففي راجل تحت جنبينا في لندن، روح قعدت استنى لي الساعة 7 بيفتح، خدت جريدة الأهرام وخدتها على ترابيزة السفرة مع الوالدة وفتحت صفحة النعي، قلت لها بصي ما فيش، مش مكتوب خالص، يبقى الصديق ده كان بيهزر بيكذب، محمود ما ماتش ولا حاجة، ده هزار سخيف الصديق ده. فأمي بصت لقيت نعي كبير جدا، توفي الى رحمه الله الاستاذ الدكتور محمود عبد اللطيف. يا نهار ابيض، بوريك قوه الريبريشن لما يبقى روح مش عاوز حاجه ما يشوفهاش. وهي ده المثال اللي بعده، student oversees his name in the list of failures. انا كل مره بقولها وبحكي القصه دي عشان تصدق، تلميذ external لو سقط هيترفض من الكليه، فيبص في الليسته بتاعت الفيليرز يبقى اسمه مكتوب وما يشوفوش، ده قوه الريبريشن ما يشوفوش. students oversees his name in the list of failures. قوة الريبريشن. النوع الثالث اللي هو الايزوليشن اوف افكت. افكت اللي هو عزل المشاعر. الرياليتي از اكسبتد، يعني هو بالحادثه عارف انها حصلت، لكن عزلها من المشاعر، يعني بيفتكر الحادثه اللي حصلت له اليمه عشان ما يعيدش الالم تاني، يحكي الحادثه بدون اي مشاعر الم، يبقى ده يسموه ايزوليشن، عزل للمشاعر. هو فاكر الحادثه، الرياليتي از اكسبتد، لكن ويزاوت ايموشنال ريسبونس. خلاص. يبقى حصل هنا عزل للافكت للمشاعر. وهنا عندي مثالين مدينهم، بيتن تشايلد، طفل اتضرب ضرب جامد جدا، ديسكاسز ذا بيتنج، يعني يقعد يحكي لك العلقه حصلت ازاي without displaying emotions، من غير ما يبدي اي مشاعر. طيب. او physician informs the patient with the bad prognosis، يعني طبيب يقول للعيان انت مثلا عندك كانسر وكانسر خطير ومرحله رابعه، وفي نفس الوقت يبقى تقاسيم وجهه ما فيهاش اي تغيير، كان ما فيش no expressions، ده isolation of affects. نيجي النوع الرابع اللي هو intellectualization، اللي هو بنسميها عقلنة المشاعر. هنا الافكت بقى مش هنعزل المشاعر، انما هنحط بدلها حاجه عقلانيه، يبقى الافكت از ستريبت اواي اند ريبليسد، هناك عزلناها ايزوليشن، هنا استبدلناها، ده الفرق، مش عزلناها انما استبدلناها بانتلكشوال بروسيسز اللي هي يسموها كوجنيتيف ريبليسز افكت، يعني الوعي يستبدل المشاعر. فمثلا فيزيشن بيقول للعيان ان هو عنده باب بروجنوزيس، ان هو عنده ستيج 4 كانسر، فبدل ما يعني وهو بيحكي له القصه دي، بدل ما يركز في انه الراجل ده هيتوفاه الله ويبقى الطبيب نفسه ممكن يبكي، يبتدي بقى يحكي يقول له على الجريت ديل اباوت ذا تكنيكال اسبيكتس باي ويتش ذا بروجنوزيس ار دريفن، ازاي بقى ان احنا تعبنا وعملنا السي تي وبصينا فيها وعدناها تاني وخدنا بايوبسي، فين يعني احنا بصعوبه شديده وصلنا الى هذا التشخيص. يبقى عشان ما يبقاش متاثر عقل القصه، ساب المشاعر متعلقه بان الراجل هيتوفاه الله ستيج 4 بانه المجهود اللي عملوه للوصول الى هذا التشخيص. يبقى ايه الفرق بين الايزوليشن اوف افكت والانتلكشواليزيشن؟ في الايزوليشن تم عزل المشاعر، انما هنا تم استبدال المشاعر بالعقلانيه اللي هي عقلانيه التشخيص.
اهو كوجنيتيف ريبليسز افكت. الفيزيشن بينفورم البيشنت باب بروجنوزس، بس خد مجهود تيكس جريت ايفورت في انه يقول ازاي البروجنوزس ووز درايفد، ازاي وصلوه. خامس حاجه اللي هي عباره عن اكتنج اوت، اللي هو الاكتنج اوت يبقى هي عباره يعني تفعيل او تمثيل، لكن هي الاساس فيها ان احنا هنغطي المشاعر، المشاعر كفر نوت اكسبريست. يبقى خد بالك الفرق بين التلاته دول. في نمره تلاته المشاعر تم عزلها، هنا المشاعر تم استبدالها بحاجه عقلانيه، هنا المشاعر تم تخطيطها. وهنا مثال لطيف قوي قوي، ان هو زي راجل محترم ماشي في شارع ضلمه خايف، عيب راجل كبير يخاف، فبص ايه ماشي عمال يصفر بقى ويسلينج الى دارك تو هايد ذا ريال اندرلاينج فير. قال يعني هو يبقى هنا غطى الخوف بالصفاره. خلاص. تمبر تانترم اللي هو في يعني معناها اللي هي المزاج غاضب، طفل يعني البيرنتس مش سالين فيه سايبينه، فهو ديبرست ان سايبينه، فيبتدي بقى يزعق ويصرخ عشان خاطر يعني مشاعر اللي هو الاكتئاب بسبب ان هم سايبينه غطاها بالزعيق. ده الاكتنج اوت اهو، thrown by a child to cover the depression he feels بسبب الايزوليشن اللي حصل. يبقى عاوزك تفرق بين الثلاثه، نمره 3 و4 و5. ايزوليشن اوف افكت، العنوان باين، ايزوليشن اللي هي عزل المشاعر، بنحكي قصه بدون مشاعر. خلاص. انتلكشواليزيشن اللي هي استبدال المشاعر بقصه عقلانيه، اللي هي قصه ان التشخيص خد وقت وحاجات زي كده. اكتنج اوت اللي هي تغطيه المشاعر بشيء اخر. يبقى هنا عزل، هنا استبدال، هنا تغطيتها، ان هو بيصفر بدل ما يبدو ان هو خايف، الطفل بيزعق بدل ما يقول انا ديبرست انكم سايبيني. نيجي نمره 6، راشناليزيشن، ومعناها التبرير، اللي هو زي ما بقول انا بس يعني بسميها حاجه خاصه بيا، الكذب اللاواعي، يعني بغير وعي. يعني انت بتكذب بس انت عشان يبقى ديفنسيف ميكانيزم قلنا لازم يبقى في الانكونشس، ما انتش واخد بالك انك بتكذب. خلاص. ودي كلنا بنعملها يا جماعه، ان كل ما حد يتهمنا بشيء نقعد نبرر، احنا اتاخرت ليه يا ابني على المحاضره، اصل الدنيا كانت زحمه، مع ان انت مش ده السبب لازم تتاخر، بس كذبه انت بتصدقها. الدنيا زحمه بس مش هو ده اللي اخرك، اللي اخرك انك ما نزلتش في الميعاد الصح. ده يسموه التبرير. خلاص اهو. راشونال اكسبلانيشنز يعني تبرير عقلاني كويس، تو جاستيفاي عشان تبرر الاتيتيود، الموقف او البيليف او الاعتقاد او البيهيفير، التصرف اللي انت عملته الان اكسبتبل. تو ريليف عشان تشيل الجلت، الاحساس بالذنب او الشيم، الخجل. هنا مدي مثال غريب قوي، ان هو unfaithful husband يعني زوج غير وفي، مش عارف ايه حكايه الزوج الغير وفي دي في كل المحاضره. tells himself بيقول ان انا عدم الوفاء ده الحمد لله ان انا عملت الفاحشه دي وارتكبتها، دي خلتني اشعر بقيمه زوجتي. طب وانت يعني لازم عشان تشعر بقيمه زوجتك تو ابريشيت هيز وايف لازم تعمل الفاحشه تبقى unfaithful؟ اهو ده نوع من انواع التبرير. يبقى unfaithful husband tell himself that his يعني his lizan يعني العمل الخطا اللي عمله will actually make him appreciate his wife more. لكن طبعا في حاجه اسهل، ان احنا كلنا بنبرر لما تيجي متاخر، لما تعمل اي تصرف غلط، تشتري حاجه غاليه تقول بس ثمنها فيها، مع انت عارف لو رجع الزمن تاني مش هتشتريها هي. فالتبرير ده من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها. دي نمره 6. نيجي نمره 7، هنشوفها حالا، ثواني بعد اذنك. نمره 7 اللي هو رياكشن فورميشن، اللي هو تكوين رد الفعل. تكوين رد الفعل اهي، رياكشن فورميشن. بصلحها بس احطها اكتر على ناحيه معتدله اكتر. تكوين رد الفعل اللي هو رياكشن
فورميشن زي ما قلت لكم. معلش ان شويه الادوات المستخدمه صعبه، بس ما اردتش ان انا اعجل اكثر من ذلك. رياكشن فورميشن اللي هو تكوين رد الفعل. ان الان اكسبتابل امبلس از ترانسفورمد انتو اتس اوبوزيت، يعني بنعمل عكس اللي كان مفروض. يعني هديك مثال ازاي تكوين، بنعمل عكس المفروض. يعني ام عندها طفل عنده ايديوت تشايلد، فاحنا نقول ده تلقاها نفسها الطفل يموت، ده تلقاها لو عيه مش هتديله دواء لانه طفل قبلها النوع الثالث في الهبل، ف100% مش هتعتني بيه زي عيالها العاقلين. تصور هي لا بتعمل العكس، يعني الطفل الكويس ممكن تتباطأ في انها توديه للطبيب وتديله دواء عندها قديم، لكن ده اول ما يعيا لانها عندها عاوزه تدافع عن نفسها نفسيا، فاهمه الناس بتفكر ازاي، فتبقى اوفر بروتكتيف، يعني تعمل العكس. تو انوونتد ايديوت تشايلد، المفروض انت متصور الانوونتد ايديوت تشايلد هيلقى اقل اهتمام، لا هو بيلقى اكثر اهتمام، فده يسموه رياكشن فورميشن، تكوين رد الفعل. او بالعكس شوز لاف تو ماسك ذا هيت، كلنا بنعملها، ان حضرتك مش طايق واحد معين فانت خايف لا يحس انك مش طايقه، فاول ما تقابله اهلا حبيبي وتاخده بالحضن، مع ان انت يعني في الوضع العادي ما بتقابل حد من اصحابك بتسلم عادي، انما ده بقى عملت العكس، ما انت عارف ان هو حاسس ان انت مش طايقه، فانت بدل ما يحس بالهيت ابديت حب زياده، ده رياكشن فورميشن. او مثال ثالث بدينه، ستودنت وونتس تو بي فيزيشن، نفسه يدخل كليه الطب ويبقى دكتور، ما قبلش في كليه الطب، فيقول لك يا ده احسن خبر النهارده سمعته ان انا ما قبلتش، يا عم طب ايه ودي سكه طويله وقرف، لا ده احنا ناخد سكه صغيره كده والناس بتكسب احسن من الطب بكتير، مع ان هو مش ده الاحساس، هو عمل مفروض ان هو زعلان جدا وما تقبلش، هو نفسه يبقى دكتور، لكن ابدا شعور مختلف، ده اسمه رياكشن فورميشن، وده حيله دفاعيه نفسيه عشان ما ينهارش انه ما تقبلش. اهو الستودنت هو وونتس تو بي فيزيشن اكسبريسز الحزن بتاعه and says this is the best news، دي أسعد لحظة after he knew that he was not accepted into the medical school. طب نيجي النوع الثامن اللي هو بنسميها undoing اللي هي فعل العكس، يبقى reaction formation تكوين رد الفعل، خلاص تكوين رد الفعل، إنما undoing اللي هي فعل العكس، acting out the reverse of unacceptable behavior، يعني كأنك بتصلح repair or fix the impulses. وهنا مدين أمثلة زي ما تقول لواحد يا أخي ده أنت ربنا فتح عليك وانت زي الفل، الله فانت غلطت كده، انت مفروض بتحسده، فبالعكس تقول له ايه نمسك الخشب، يبقى knock on wood after wishing someone well، يبقى acting out the reverse، عملت انت بتحسده بس بينت ان انت خايف عليه من الحسد، unacceptable behavior، يعني acting out the reverse of unacceptable behavior، عملت عكس اللي انت الحاجة اللي مش لطيفة اللي عملتها اللي هي repair، صلحت التصرف، fixes the impulse، صلحته بانك انت بتقول انت كويس فقلت نمسك الخشب. طب الobsessive compulsive behavior برضو ان هو حاسس حاجة وسخة قوي فيقعد يغسل ايديه كتير اللي هو undoing. نيجي النوع التاسع اللي هو passive aggression اللي هو العنف السلبي، يعني انت اهي indirect او passive expression of healthy of hostility، اسف indirect او passive expression of hostility يعني عدوانية، يعني انت بتعمل none or poor performance، تعمل اداء سيء او ما فيش اداء خالص after setting up an expectation of performance، يعني احنا متوقعين تصرف جيد منك، we are setting up expectation توقع لperformance كويس منك، فانت بقى عملت ايه، ما عملتش تصرف خالص او عملت تصرف غلط، اللي هو انا بقولها بجملة جميلة يا اولاد، ايه الباسيف اجريشن ده اللي هو العنف السلبي، من يقدر ان يفعل خيرا ولا يفعل يحسب له شرا، يعني لو تقدر تعمل حاجة كويسة وما عملتهاش هتتحسب لك انك انت مش ما عملتش خير، انك عملت شر، ده الباسيف اجريشن، وهو
زي مثلا يقول لك المثال student agrees to share الكلاس نوتس، وافق ان هو يدي النوتس بتاعته لزملائه يستفادوا منها، هو خطه حلو وكاتب المحاضره كويس بس هو مش عاوز يديها، فيعمل ايه بقى في الباسيف اجريشن؟ قال نسي وسهى عليه وروح ومعاه النوتس but goes home without sharing. او physicians واجبوا انه يرد على العيان اللي هو تعبان، انه ignore يعمل روحه مش واخد باله ان العيان بيصرخ، ignores and does not answer الانوينج، الانوينج يعني متألم patient، ده passive aggression. خلاص نيجي النوع العاشر في اللي هو الحيل النفسية الدفاعية بسبب التوتر، اسمه dissociation. وdissociation معناها التفريق او التفكيك. خلاص separates itself، تفصل نفسك من الـ own experience. يعني واحد تعرض، ست تعرضت لاغتصاب، راجل تعرض لحادثة أليمة جدا، لما يجي يحكيها عشان خاطر ما يعيدش يفصل نفسه، لما يحكيها كأنه طرف ثالث بيحكي، يعني هو الشخص اللي حصلت معاه، فيتحول من first person إلى third person rather than the first person، يبقى كأنه شخص ثالث بيحكي قصة واحد لواحد آخر، يبقى هو التالت هنا third person rather than a first person. The facts of the events are accepted. بيحكي لك بالظبط اللي حصل، بس كأنه هو مش هو اللي كان ضلع في المصيبة دي، مش الست هي اللي تم اغتصابها، بتحكي عن ست تانية، مش الراجل اللي عمل حادثة، ده راجل تاني. فمثلا الريب في ميل، يعني ست تم اغتصابها، تحكي لك ان انا كنت حاسة ان انا طايرة في الأوضة وشايفه الاغتصاب مسكها الست وعمل فيها كذا وعمل كذا وعمل كذا. هي بتحكي قصتها وهي عارفه انها بتحكي قصتها، بس بتحكيها كانها كانت مش هي اللي بتغتصب، هي بتتفرج على الاغتصاب. اهو ريب فيميل ريبورت ذات ات ووز از اف شي ووز فلوتينج اب، طايره اند واتشينج، وبتبص على عمليه الاغتصاب. او واحد نيجي من حادثه مروعه سرفايفر اوف ان اكسيدنت، يحكي لك القصة، يقول لك أنا كنت في أثناء الحادثة حاسس إن أنا بتفرج على فيلم بالتصوير البطيء. Tell that it happens in slow motion. ده يسموه dissociation، تفكيك. الشخص فك نفسه، separates himself من his own experience، من التجربة الخاصة به، ويحكيها كأنه شخص ثالث بيحكي لواحد تاني عن شخص آخر اللي هو الفيرست بيرسون، يعتبر نفسه هو الثيرد. فدي protective mechanism. The self is protected، بيحمي نفسه from the full impact of the experience، من التجربة القاسية جدا. فالست اللي هي بتغتصب تحكي انها كانت بتتفرج وهي طايرة على الاغتصاب، الراجل اللي نيجي من حادثة مروعة يقول لك انا كنت حاسس بتفرج على فيلم بالتصوير البطيء. يبقى دي الانواع العشرة اللي هو قلناها الـ displacement، الاحلال. خدنا في اول حاجة في الانكزايتي اللي هي displacement اللي هي الإحلال، ما قدرش على الحمار قدر على البلدعة. وبعدين خدنا بعد كده النوع الثاني اللي هو الإخماد أو الإسكات وعزل المشاعر وعقلانة المشاعر، وقلنا التمثيل اللي هو acting out، والتبرير rationalization نمرة 6، وتكوين رد الفعل reaction formation نمرة 7، والundoing قلناها اللي هي فعل العكس نمرة 8، الباسيف اجريشن اللي هو العنف السلبي، ثم الديسوشيشن اللي هو التفكيك او التفريق. طيب نيجي بقى لاخر مجموعه اللي هي الماتيور ديفنسز، اللي هو الحيل النفسيه العقليه الناضجه. ليه بيقولوا عليها ناضجه؟ لانهم they distort reality less than other defenses، يعني بيشوهوا الواقع، بيغيروا الواقع أقل من الأنواع الأخرى، فعشان كده اعتبروها ماتيور. وهم تلاتة، وكده يبقوا كملوا 20، 4 3 4 10 أدي 17، وهناخد 3 يبقوا 20. هيومر اللي هو الضحك والمرح، expressing of feeling without discomfort، يعني نتكلم عن حاجة مؤلمة من غير ما نبقى متألمين، بنضحك. زي مثلا إيمان laughs when told he is going to be fired، يقول لك صور يا أخي رفدوني وبيضحك، يعني خلاص هيعمل ايه، هو اترفد فايرد، بس يقولها وهو بيضحك، فده يخفف من عنده، يبقى حيله نفسيه دفاعيه كلنا بنستخدمها. المرح
تيرمينال الكانسر، راجل في مراحل المتاخره من الكانسر وتوفاه الله، ميكس فان اوف هيز كونديشن، يقول لك تصور قالوا لي عندك كانسر والمرحله الرابعه وهتموت بعد 6 اشهر، يا عمي هموت هموت، ويضحك يحكيها وهو بيضحك ليخفف عن نفسه. احنا كلنا وي لاف ات ثينجز ذات ميك اس موست انكشس، حتى الحاجات اللي بتخلينا متوتره، يا خبر ابيض ده 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 هيحصل مصيبه ونقولها واحنا بنضحك، يا ده الدنيا مش عارف حصل فيها ايه ونضحك، مع انها حاجه مفروض تبعس على الاسى بس ناخدها بضحك، ده اسمه هيومر. نيجي السبليميشن اللي هو الاعلاء والتسامي. سبليميشن اللي هو امبلس جراتيفيكيشن از اتشيفد by changing the unacceptable impulse into socially acceptable one. يعني احنا عاوزين gratification. بدي مثال حتى قبل ما نقراها تفهمها اكتر. عارف ايه احسن مثال للسبليميشن ده؟ زمان الناس بتحب تنتصر في الحروب، يعني فجت اليونان بدل ما الناس تحارب وتنتصر ونحس احنا نحن منتصرون والتانيين اتهزموا، عملوا الاولمبياد، ان احنا الدول تتصارع مش في الحروب، تتصارع في الرياضة، فيبقى برضو فيه منتصر وفيه مهزوم، بس حولناها من حرب وقتل وعراك الى رياضة واخلاق وانتصار. اهي دي معناها السبليميشن، احسن مثال ليها الاعلاء والتسامي. او الامبلس جراتيفيكيشن اللي هو الاحساس بالجراتيفيكيشن، يعني الاحساس بالنصر، is achieved، هنحصل عليه ازاي؟ by changing the unacceptable impulse اللي هو الحرب into socially acceptable one الى اللي هو الرياضه. طيب نيجي للجزء الاخير، ودينا مثال انه بدل ما الكومبيتيشن يبقى في الوورز يبقى في الكومبيتيتيف سبورتس، هم مش قايلينه بس ده اشهر مثال في الدنيا. ابي دي مثال تاني، ان اكزيكتيف هو از اتاتشد تو فيميل، يعني اكزيكتيف يعني رئيس تنفيذي اتاتشد لفيميل اسوشيت، لواحده ست بتشتغل معاه. مش منظر لطيف ده ان رئيسها في العمل يعني بيبص لها نظره مش كويسه؟ فبالعكس يعمل حاله من الاعلاء والتسامي، becomes her mentor، يعني المرشد بتاعها والادفايسر والناصح، خدي بالك البسي كويس، ما تخليش الناس تعكسك، يعني ما تضحكيش لاي حد، الناس مش كويسين، خد بالك، مع ان هو نفسه يعني اتراكتد ليها. يبقى هو بدل ما يبقى هو الشخص الذي ينظر إليها نظرة خطأ، حول نفسه إلى الشخص الذي يحرسها ويرشدها. وبيقول لك إن الآرت والليتريتشر، الفنون والآداب كلها، ما هي إلا سبليميشن، يعني إن ساعات الكاتب والرسام بيبقى جواه حاجة وحشة، إمبلس وحش، فبيعبر عنه بدل بصورة سيئة يعبر عنه في رسمة، في قصة. ده السبليميشن. عشان كده بيعتبروا السبليميشن ده جملة في الإم إس كيو. إذا كان بنقول الماتيور ديفنسز ثلاثة، أهمهم السبليميشن، ذا موست ماتيور ديفنس ميكانيزم. طب نيجي آخر حاجة بقى اللي هي إيه؟ السبريشن، اللي هي الإخماد والإسكات والإعاقة. خد بالك بقى، إيه الفرق بين السبريشن والريبريشن؟ فاكر الريبريشن إن إحنا كنت قلتها لكم إن الواحد كل الحاجات الوحشة أو الصراعات بينساها. ريبريشن انك تنساها تماما، ان انا ما رحتش الوظيفه البعيده اللي مرتبها كبير واقتنعت بالوظيفه القريبه اللي مرتبها صغير، ما فكرش فيها خالص. حتى قلنا اذا ما نفعش الريبريشن هنعمل، عشان ده كده المذر ميكانيزم والموست امبورتنت، هنستخدم التبرير. السبريشن زي الريبريشن بالظبط بس بصوره مؤقته، يعني وبنعملها بتبتدي بالكونشس ثم نحطها في الانكونشس لمده مؤقته. هي كونشس ديسيجن، هي يعني قرار واعي، بوستبون يعني نأجل الاتنشن تو ان امبلس اور كونفليكت، ان احنا ناخد بالنا من حاجه عامله لنا صراع، تمبورالي نحطها في الانكونشس. يبقى في الريبريشن بنحطها بيرمننتلي في الانكونشس، ده ريبريشن. تملي في صراعات في الحياه بنختار حاجه والحاجه الثانيه ننساها تماما، ده ريبريشن. لكن لما ننساها مؤقتا تبقى ده suppression. يبقى فاهم الفرق؟ يبقى repression permanently، انما هنا temporary resides in the unconscious. طب ايه الفرق؟ لانها temporarily resides in the unconscious ممكن تبقى recalled بسهوله شديده بكيو او stimulus،
بإيماء أو بمؤثر. وهتشوف يعني إيه المثال. زي مثلا ستودنتس عنده امتحان بكرة بس خلاص ذاكر وقرف، فيقول لك أنا هروح السينما، وهو في السينما بقى عشان ما يقرفش ينسى إن في امتحان بكرة. يبقى ستودنت decides to forget a pending exam، يعني في امتحان وشيك هيحدث، to have fun، لانه لو راح السينما هو قرف بالمذاكره في امتحان بكره. لو قعد وهو في السينما فجاه على ازاي في امتحان بكره انا في السينما، هيتضايق، فهو ينسى موضوع الامتحان مؤقتا. يبقى ده suppression. انما repression نسيان كامل لاي كونفليكت لما بناخد قرار فيه الحاجه الثانيه بنحطها بصوره دائمه في الريبريشن. انما السبريشن ده حاجه تمبوراري ريزايدز، وقرار ابتدى كونشس وانتهى في الانكونشس. عشان يبقى ديفنسيف ميكانيزم يبقى لازم انكونشس. وانا في السينما ما بفكرش في الامتحان ده في الانكونشس، لكن انا خدت القرار عشان انا اروح السينما ده كان كونشس ديسيجن، ان انا اجل الاتنشن للامبلس لفتره مؤقته لحد ما اروح السينما واخلصها. وبالتالي طبعا لو انا واحد صاحبي شافني في السينما وقال الله ايه اللي جايبك هنا انت مش عندك امتحان بكره، يبقى اهي unlike repression اللي هي permanent، ان السبريشن content is recalled بسهوله جدا من اي stimulus او ايماء او حاجه. اهو student decided to forget the pending exam بانه عشان يهاف فن. او terminally ill cancer patient، عيان terminally ill برضه هيتوفاه الله من cancer patient، puts aside his anxiety، هيموت ويقرر to enjoy الفاميلي gathering اللي هو العائلة. وأنا أفتكر رحمه الله في القصة دي بتاعت السبريشن، كل ما بحكيها بفتكر رحمه الله خالي، وكان رئيس مجلس إدارة السد العالي، واحد من كبار الناس، وكان اللي عمل مشروع كهربة الريف، وكتب اسمه في كتاب عظماء مصر، الناس اللي غيروا تاريخ مصر، دخل النور لكل الريف، وراح في رحلات مكوكية للاتحاد السوفيتي، وقرر يعمل يعني بمعظم الحاجات كانت من إنتاج مصري، حاجات بإمكانيات بسيطة أنار الريف كله. الراجل ده جاله تيرمينال كانسر وعارف إنه هيتوفاه الله، فقرر قال يا جماعة أنا عارف إني هموت، بس أنا عاوز أتمتع، أنا كبير العيلة عاوز أتمتع بيكم، عاوزين كل أسبوعين نروح نخرج نتغدى مع بعض ونتكلم ونعيش، أنا مش هنتظر الموت، الموت هو اللي يدور عليا. انا فاكر هذا التعبير ده suppression، ان هو خد conscious decision اهو انه يتفسح معنا كل اسبوعين، لكن هو قاعد معنا ما بيفكرش في الكانسر، يبقى ده unconscious. بس ده طبعا temporary resides، وبالسهل لو واحد قال له انت عندك كانسر والله اللي مخرجك هيفتكر على طول كده. خلصنا التلاتة اللي هم بيبقوا الحيل الدفاعية الناضجة، اللي هي الهيومر المرح والضحك، السبليميشن الاعلاء والتسامي، وبعدين السبريشن، وقلنا الفرق بينها وبين الريبريشن. في بقى نقطة مهمة وأخيرة، الترانسفيرنس دي خدناها قبل كده، دي ما هيش منتال ديفنس ميكانيزم. ايه الترانسفيرنس دي؟ ان الطفل يشوف في معلمه صورة والده، وهو والده هو المسؤول عنه، والمعلم مسؤول عنه، فينقل صورة والده إلى المعلمه، وكذا المريض ينقل صورة والده إلى طبيبه، الطبيب مسؤول عن المريض، وأبوه كان مسؤول عنه زمان، فيشوف في المعلم إذا كان طفل أو في الطبيب إذا كان مريض صورة الوالد. طيب ودي قلنا فسرناها لك، إن ساعات هتلاقي مريض بيعاملك معاملة سيئة جدا وتبقى مش فاهم ليه، أنت ما عملتلوش حاجة وحشة، لأن أنت دلوقتي متقمص في ذهنه والده. لو 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 الاكسبيرينس خبرته مع ابوه كانت وحشه، كان ابوه بيعامله وحش، فمن اول وهله لان هو حط صورتك، حط ابوه في صوره ابوه فيك كرهك. لو ان ابوه بيعامله حلو جدا جدا هتلاقيه بيعاملك بظرف شديد لانه حط صوره ابوه اللطيف فيك. فهذا الترانسفيرنس من الاب إلى المعلم في حالة الطفل، إلى الطبيب في حالة المريض، قد يكون بوزيتيف. تو لايك سامون، تقول العيان بيحبك جدا فور نو ابارنت ريزون، بس أنت دلوقتي فهمتها، هو عمل ترانسفيرنس، نقل لصورة الوالد اللي هو بيحبه إلى حضرتك. وممكن يبقى نيجاتيف، ديسلايك سامون فور نو ابارنت ريزون، لأنه أبوه كان وحش وهو شايفك أنت مسؤول عنه زي ما أبوه كان مسؤول عنه، وأبوه وحش يبقى شايفك أنت وحش.
طب ليه دي ما هياش ديفنس ميكانيزم؟ لان في الديفنس ميكانيزم خاصه بالشخص نفسه، هو هنا عمل اسقاط لابوه على المعلم او اسقاط لابوه على الطبيب، هو بره القصه عشان كده ما اعتبرتش ديفنس ميكانيزم. فاهم ليه؟ في الديفنس ميكانيزم انت بتسقط عيوبك على الاخر زي في البروجكشن، او بالعكس في الايدنتيفيكيشن تاخد من الاخر عليك. لكن هنا الشخص ده بره المعادله، هو اسقط الوالد اللي هو مش هو على المعلم في حاله الطفل او على الطبيب في حاله المريض. فعشان كده الترانسفيرنس از نوت ا ديفنس ميكانيزم. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. ات مي بي بوزيتيف تو لايك سام وان فور نو ابارنت ريزون، او نيجاتيف تو ديسلايك سام وان فور نو ابارنت ريزون. ايزلي استابليشد ان كيس اوف ايلنس بيكوز اوف ذا بيشنت اوفن اندرجوز سايكولوجيكال ريجريشن، لانه هي نوع من انواع السايكولوجيكال ريجريشن اللي هي العوده للمريض رجع لمرحله الطفوله واعتبر روحه طفل، وبالتالي حضرتك كطبيب انت دلوقتي في مكان ابوه. كان بيحب ابوه يبقى هيعاملك حلو، كاره ابوه هيعاملك وحش. يبقى ما هياش ديفنسيف ميكانيزم، بتحصل مع الالنس في حاله المرضى وبتمثل سايكولوجيكال ريجريشن، انما اتس نوت ا ديفنس ميكانيزم. فهمتها لك ليه؟ لانه ما بين الاب على الاب على الطبيب او الاب على المعلم. طيب هنا احنا خلصنا المحاضره الثامنه من السيكولوجي، وبأشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم، ويعني الى ان نلتقي مجددا في محاضره اخرى. اشكركم لحسن تعاونكم، واسال الله لكم جميعا التوفيق. شكرا.